نرحب بكم في اللقاء السادس لشركاء التحول الرقمي، ويسرنا الإعلان عن انطلاق مشروع البيانات المفتوحة في إمارة عجمان تحت شعار بيانات لمستقبل عجمان. تم وضع خارطة طريق لمشروع بيانات عجمان تماشياً مع رؤية عجمان 2021، ومن أهم المبادئ الرئيسية لمشروع بيانات عجمان هي الشفافية بين الحكومة والمجتمع والابتكار وتعزيز التعاون بين الحكومة والأفراد في استخدام هذه البيانات، ويهدف إلى ضمان وجود هياكل حوكمة وأطر عمل جيدة للبيانات، نشر مهارات وثقافات البيانات في القطاع الحكومي، مشاركة بيانات عالية القيمة فيما بين الجهات الحكومية، إشراك وإلهام الجمهور لخلق حلول وخدمات مبتكرة، نشر مجموعات بيانات عالية القيمة. تم تحديد 31 مبادرة لإنجاز مشروع بيانات عجمان، ومن أبرزها إطلاق جائزة عجمان للبيانات، تنفيذ هاكاثون البيانات السنوي، إطلاق برنامج رقمي لتعليم أساسيات البيانات، إطلاق شركات البيانات الناشئة، إطلاق برنامج ابتكار البيانات للجهات الحكومية. ما هي البيانات المفتوحة؟ هي بيانات يمكن لأي شخص الوصول إليها، استخدامها وإعادة نشرها. انطلق مشروع بيانات عجمان المفتوحة في نهاية 2017، حيث تم عقد العديد من المقارنات المحلية والعالمية مع دول رائدة في هذا المجال، وتم إدراج الحكومة الرقمية كعضو دائم في لجنة البيانات التابعة لمجلس الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في 2018، وتم إعداد مسودة سياسة نشر وتبادل البيانات في إمارة عجمان ومشاركتها مع الجهات الحكومية في عام 2019. ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق سفراء البيانات من كافة الجهات الحكومية، والذي كان له الدور الرئيسي في حصر ونشر البيانات المفتوحة على بوابة حكومة عجمان الموحدة. والجدير بالذكر أن عدد مجموعات البيانات المستهدفة لعام 2019 كان 50 مجموعة بيانات، ولكن تجاوز المستهدف لتصل مجموعات البيانات المفتوحة لحكومة عجمان اليوم بنسبة 100%، والتي تم نشرها على بوابة حكومة عجمان الموحدة أكثر من 100 مجموعة بيانات. وتم وضع مستهدف لعام 2020 وهو 250 مجموعة بيانات مفتوحة، أي بزيادة قدرها 150%، ويعود هذا الإنجاز إلى قيادة 25 سفير بيانات، والذين يمثلون 10 جهات حكومية في مشروع بيانات عجمان المفتوحة. عدد مجموعة البيانات المفتوحة التي تم توفيرها من قبل كافة الجهات الحكومية المشاركة هي كالتالي: دائرة البلدية والتخطيط 55 مجموعة بيانات، دائرة التنمية الاقتصادية 15 مجموعة بيانات، دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 8 مجموعات، دائرة الميناء والجمارك 8 مجموعات، دائرة التنمية السياحية 6 مجموعات بيانات، المنطقة الحرة 5 مجموعات بيانات، غرفة عجمان 4 مجموعات بيانات، مواصلات عجمان 3 مجموعات بيانات، شرطة عجمان مجموعتا بيانات. نشكر كافة الجهات الحكومية وسعادة مدراء العموم وسفراء البيانات وفريق العمل على الجهود المبذولة والدعم اللامحدود لمساهمتهم في نجاح مشروع بيانات عجمان المفتوحة، ونتطلع إلى مستقبل
أكثر إشراقاً مع بيانات عجمان.